مؤخرا على المجلس الأعلى للثقافة بمصر كتاب نجيب محفوظ بين القصة والرواية للناقد إبراهيم فتحي. يوضح الكتاب القصة القصيرة والرواية الملحمية الروائية نجيب محفوظ يلعب فيها الحاضر صورا للواقعية الفكرية مستعينا بالخيال من خلال الذات وتجربتها الحياتية والجمالية في رابطة تثري الفن والتجربة الإنسانية. وتوضح الدراسة الحد بين القصة القصيرة باعتبارها تجربة جزئية أحيانا تسهم في البناء الكلي للرواية. ويبرز الكتاب قصص البدايات عند محفوظ وهي قضايا الوجود الإنساني والمأساة الفردية التي تشتبك مع الواقع الاجتماعي الملحمي في الثلاثية وأولاد حارتنا والحرافيش. تحل السينما المغربية ضيفة شرف على الدورة 58 للمهرجان السينمائي الدولي لبلد الوليد في إسبانيا التي ستقام في الفترة ما بين 19 و 26 أكتوبر الجاري. وهو ما أعلن عنه منظم هذه التظاهرة السينمائية الدولية في أبريل الماضي. وسيجري بمناسبة هذا الاحتفال عرض 26 فيلما مغربيا ضمن فقرة بانوراما الفيلم المغربي تحمل عنوان السينما المغربية خلال القرن 21 التي تسترجع أقوى الأعمال الوطنية القصيرة والطويلة التي عرضتها الشاشة الكبرى ببلادنا. تختتم مساء السبت المقبل فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي لقصبة الفنان بقلعة مجونة بإقليم كندير التي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة أزيد من 100 فنان تشكيلي يمثلون زهاء 30 دولة. ويهدف هذا الملتقى إلى الإسهام في خلق تواصل دولي ووطني ومحلي بين الفنانين التشكيليين، إضافة إلى خلق فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين التشكيليين من مختلف أقطار العالم، كما يهدف إلى نشر ثقافة التسامح والتقارب بين الشعوب وإبراز المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها هذه المنطقة، علاوة على المساهمة في تنشيط هذه المنطقة وجعل الفن وسيلة ثقافية وتنموية هامة لإشعاع الإقليم. أصدقاء للثقافة أخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء. L'Institut français de Marrakech à partir de 18h. Vous êtes intelligent, vous avez du goût, vous cherchez l'excellence. Alors la nouvelle Corolla est faite pour vous. Bluetooth, climatisation automatique, écran tactile avec caméra de rue. Confort qui feront de chacun de vos déplacements une partie de plaisir. Vous êtes exigeant, il est temps de le montrer. Nouvelle Corolla diesel à 199 000 dirhams. Toyota, toujours mieux, toujours plus loin. Le 6-9 continue, on jette un coup d'œil à présent à la presse internationale qui revient abondamment ce matin sur ce qui se passe en Italie et aux États-Unis. Bernard de Goulex. Crise persistante d'un côté, crise finalement évitée de l'autre, les États-Unis et l'Italie continuent ce jeudi à se partager l'essentiel des gros titres de la presse internationale. Outre-Atlantique d'abord, la paralysie des services publics américains du fait du blocage de la discussion budgétaire au Congrès met au chômage technique, rappelle le Washington Post, quelques 800 000 fonctionnaires, lesquels, écrit-il, se trouvent libres à des heures indues et attendent en se demandant et maintenant. D'autant plus que la réunion de Barack Obama avec les dirigeants républicains, annonce le New York Times, s'est terminée hier soir sans avancer notable. Sans leur donner raison, le Los Angeles Times observe d'ailleurs que par rapport à la précipitation avec laquelle la Maison-Blanche avait engagé le dialogue avec l'opposition il y a deux ans lors du